السلام عليكم نوبيين وغير نوبيين. وعليكم السلام. مهتمين لقضية السودان الكبيرة. ما في زول هيشرح ويفسر معاناة انتهاك السودانيين والنوبيين وأراضيهم غير الوجوه الواقفة هنا. ده أول تعبير للرب للسدود. الناس دي جات من حتات مختلفة، من ولايات بعيدة جدا، باسم القضية النوبية وباسم القضية السودانية. القضيتين مع بعض لا فصل بينهما. الانتهاكات حاصلة لكل أفراد الشعب السوداني بكل أعراقه بكل طوائفه، من نظام المؤتمر الوطني، من نظام الجبهة الإسلامية القومية. اللي بيحصل من محاولة لإغراق الأراضي النوبية والإرث السوداني التاريخي العظيم هو مرفوض. المحاولة لتشريد الأهالي هي مرفوضة. المحاولة لبيع أي شبر من الأرض السودانية هي مرفوضة. نحن شعب ذو أصالة، وهؤلاء الناس الحركة الإسلامية لا تنتمي لتاريخنا ولا تنتمي لأصالتنا. ده تاريخ لا يمكن محو. الأرض النوبية باقية بقاء التاريخ. إذا ذهب التاريخ ذهبت الأرض النوبية.